للمزيد ومن الخرطوم ينضم إلينا مراسل الغد طارق بابكر. طارق، إذا لو تطلعنا على تفاصيل أكثر بشأن مخرجات اجتماع الآلية الثلاثية بعبد الفتاح البرهان. نعم كوثر، حيال هذه الأزمة السياسية التي تتفاقم يوما بعد يوم وتخطت الأحد عشر شهرا، فمنذ 25 من أكتوبر الماضي هذه الأزمة السياسية لما تبارح مكانها، هنالك العديد من المبادرات والمقترحات وأيضا هنالك العديد من المواثيق التي شهدتها الساحة السياسية هذه الأيام لجهة فك تعقيدات هذه الأزمة السياسية. في لقاء الآلية الثلاثية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان، تناول اللقاء ضرورة التوصل إلى حل هذه الأزمة السياسية وضرورة تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء. الآلية الثلاثية وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها السفير محمد بلعيش قال إن اللقاء كان صادقا لجهة ضرورة استعجال التسوية السياسية بين كل الأطراف السياسية السودانية وأصحاب المصلحة، وأن الحوار هو السبيل الأنجع وهو الذي يفضي إلى حل هذه الأزمة السياسية. ونشير إلى أن الآلية الثلاثية التي تتشكل من اليونيتامس الاتحاد الأفريقي والإيجاد هي تيسر الحوار بين كل الأطراف السياسية السودانية، وفقا للآلية الثلاثية تقول إنها لا تحمل حلولا لهذه الأزمة السياسية وإنما فقط تيسر هذا الحوار بين الأطراف السياسية للوصول إلى مشتركات وإلى تقارب في وجهات النظر بين كل الأطراف السياسية السودانية. وبالأمس التقت نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لذات الأمر، وهو ضرورة التوصل إلى ما يفضي إلى حلحلة هذه الأزمة السياسية، والتي قال نائب رئيس مجلس السيادة أنه لا بد من ضرورة التوصل إلى وفاق يفضي إلى تشكيل حكومة لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي. نعم. وبالأمس طيب في تصريحات لرئيس مجلس السيادة اللجنة الثلاثية، هل ستستأنف يعني لقاءاتها بمختلف المكونات السودانية؟ هل سيتم الإعلان على عن جدول عمل للآلية الثلاثية؟ نعم كوثر، وفقا لمراقبين أن هذه اللقاءات التي تنشط من قبل الآلية الثلاثية ولقاءاتها خاصة مع السيادة، إذا كان نائب رئيس مجلس السيادة والآن اليوم التقت برئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان، مراقبون يرون أن هذه الخطوة لربما تمهد إلى العمل الفعلي للآلية الثلاثية، خاصة وأن هنالك مياه كثيرة تجري في المشهد السياسي الذي قوامه المبادرات والمشاورات والمقترحات والمواثيق. وأيضا المراقبون يرون أنه لا بد من تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء، وكما أشرت أنه لا بد من وجود أرضية مشتركة لكل هذه المبادرات والمقترحات والمشاورات والمواثيق، وأن هنالك من رأى أنه لا بد من دمج كل هذه المواثيق. إلا أن هنالك من يتخوف بأن تباعد المواقف وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية السودانية لربما يؤخر حل هذه الأزمة السياسية. ولكن في تصريحات لرئيس مجلس السيادة بالأمس الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان قال إنه متفائل بأن يعني هذا التعقيد السياسي سوف يتم حله قريبا بعد أن استشعر الجميع مخاطر هذه التعقيدات السياسية التي ألقت بظلالها السالبة على أوجه الحياة كافة، والتي من بينها الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يشهدها السودان. وأيضا جدد انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وهو ما يراه مراقبون أن الكرة الآن أصبحت في ملعب المدنيين، عليهم التحاور والتشاور فيما بينهم وصولا إلى حكومة يعني تستكمل هذا الانتقال الديمقراطي. وأيضا قال بأن المؤسسة العسكرية لا تنحاز لأي طرف، نعم، لا تنحاز لأي جهة ولا لأي حزب، إنما هي تنحاز للشعب، وأنهم مع أي مسعى ومع أي مبادرة تفضي إلى توحيد السودانيين. إذن هذا المشهد
المشهد السياسي وخاصة في هذه الأيام، عنوانه العريض المبادرات والمواثيق والتي ينتظرها السودانيون أن تفضي إلى حل هذه الأزمة السياسية التي طال أمدها وتجاوزت 11 شهرا. نعم. وألقت بظلال سالبة على كل أوجه الحياة. طارق بابكر مراسل غد كنت معنا من الخرطوم، شكرا لك.